السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف التاسع، عافاني الله وإياكم. الآن بإذن الله سوف نتابع أسئلة صفحة 18 من دروس التربية الوطنية 18. نفتح الكتاب، أنا حاولت أكتب لكم الصفحات بالأرقام. ما أهم الحقوق التي أعطاها الإسلام للإنسان؟ موجود هذا في صفحة 15 وصفحة 16. يمس أهم الحقوق في 15 وفي صفحة 16، هي حق الحياة، حق المساواة، حق الحرية، حق التعليم، وحق العمل. الآن لماذا يعد حق الحياة أهم الحقوق التي أعطاها الله تعالى للإنسان؟ فهي محمية بشريعة الله، ولأنها مقدسة، وقيمة حياة الفرد بقيمة حياة البشرية. طيب، ما الحقوق التي تضمنتها كل من الآيات؟ في عندي آية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق. الآن لو شفت تقتلوا، فعندي حق الحياة. هذا السؤال كثير مهم يا تاسع، وممكن أجيبه. قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولي النشور، حق العمل. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، حق الحرية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حق التعليم. ما الآثار الإيجابية المساواة بين الأفراد؟ تشعر الشخص بالانتماء والقيمة داخل المجتمع. ما رأيك في من يتعدى على حياة الإنسان وكرامته باسم الدين؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه من يحاسب الناس، ودعا الله إلى احترام حياة الناس وكرامتهم. وضح موقف الإسلام من طلب العلم والعمل. حكينا جعله فريضة، واحد جعل فريضة، وبالتالي أول آية نزلت بالقرآن الكريم كانت تدعو إلى العلم. نأتي إلى درس حقوق الإنسان في المواثيق الدولية. ما الآثار المترتبة على انتهاك حقوق الإنسان؟ أول شيء يقصد بحقوق الإنسان هي الحقوق اللي بيتمتع بها الفرد، وهي حقوق عالمية لا يجوز التهاون أو الاستخفاف بها أو إلغائها. سؤال ثاني بحكي لنا، تم إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متى أصدر؟ في 1948. طيب، ما سبب الناس ضجت في حرب العالمية الثانية نظرا لكثرة الضحايا والخسائر الهائلة اللي لحقت بالإنسانية جمعاء؟ لأنه الأول الحقوقي هي حق الحياة، فلذلك كان الأمر صعب في حرب العالمية الثانية. نأتي هنا، لما أصدر الاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، كانت هناك اتفاقيات سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية صيغت في اتفاقين. أول شيء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اثنين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. طيب، في عندي الأدوار اللي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة. واحد، نشر احترام العالم للمبادئ الدولية. اثنين، بيراقب المجلس انتهاك حقوق الإنسان، وبيعمل المجلس في الوقت ذاته على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب. المعاهدات والاتفاقيات ملزمة قانون للدولة والأطراف اللي وقعت عليها. وأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزم قانونا، لأنه ليس معاهدة وإنما هو إعلان مبادئ، فهذا الفرق بين المعاهدات والاتفاقات والإعلان العالمي. الآن عندي يمس العهد الدولي لحقوق الإنسان، حنحفظ بس ثلاث: الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الحياة والأمن، حرية في التنقل والعبادة، المساواة وعدم التمييز، حرية الرأي، المشاركة السياسية في الراحة والعيش، حق الملكية، التعليم، حماية الأسرة، والحق في العمل. لهون أنا بنهي درسي. دمتم عافاني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.